حاجة. في موضوع رغم أهميته الخطيرة ورغم أن أنا مستغرب جدا أن هو حصل، لكن أنا شايف أن هنجبر عليه لأنه لا يستحق الرد الحقيقة، يعني لأن مسألة الكلام اللي اتقال عن التحكيم بعد مباراة الأهلي وبتروجيت كان مقبول في إطار الغضب، بنتكلم على التحكيم، لكن ما نسب إلى أن لاعب قال مش عارف إيه وجات له اتصال من مين، وقالوا لناش المكالمة كان فيها إيه لحد النهاردة، يعني ممكن واحد يكون بيكلم يسلم على واحد لحد دلوقتي ما قالوش إيه مضمون المكالمة، لكن مكالمة زوجة بيها كده بدون مناسبة في هذه المواضيع، بنقول لهم لا العبوا غيرها، أنتوا كل سنة بتخلقوا لنا موضوع يا صباع بركات يا التحكيم يا مش عارف إيه، خلينا يا جماعة مرة نبعد عن الجمهور وإثارة الجماهير، مرة نركز في شغلنا، الدوري جميل وكل الناس بيشتغل، خلينا نركز في شغلنا. مش هتكلم أكتر من كده، خصوصا بعد البيان الشيك الرائع اللي أصدره نادي بتروجيت، وبعد الاعتذار المغلب بنوع من يعني تأكيد على احترام النادي الأهلي ومن الكابتن حلمي طولان، ماشي هنشوف إيه اللي هيحصل، لكن على العموم مش هتكلم أكتر من كده عشان أنا مش عايز يعني أساهم في هذا اللغط الغير مقبول. عندنا قضية الإعلانات و يعني دخول الرعاة في بعض، ولكن من خلال استخدام لاعبي الأندية وخصوصا لاعبي النادي الأهلي اللي هم مرتبطين مع نواديهم بالتزامات وعقود، سواء في العقد النموذجي بتاع اتحاد الكرة أو في عقود منفصلة، والأكثر من كده في التوقيع الموثق والمرفق بكل عقودهم على اللائحة المالية، لائحة الثواب والعقاب بتاعة جهاز الكرة الفريق الأول. ورغم هذا حدث اختراق للنادي الأهلي أكثر من مرة، وهنا الدهشة وهنا المشكلة الكبيرة، كيف يمكن أن يخترق لاعبي النادي الأهلي بهذه الصورة؟ وفي هذا الإطار كان في اجتماع مهم النهاردة، كان طبعا برئاسة كابتن حسن حمدي والكابتن محمود الخطيب وكابتن طارق سليم وكابتن هادي خشب وكابتن سعد عبد الحفيظ وبحضوري، وتم مناقشة بعض الأمور، ولكن كان أهمها هذا الأمر، وتم التأكيد أن النادي الأهلي لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذا الموضوع، سواء في مواجهة أي خروج عن الالتزام من جهة صفوفه أو داخليا، أو محاولة يعني خلق مشاكل للنادي الأهلي بأي صورة من الصور. الأهلي هيدافع بمنتهى الحزم والحسم والقوة على استقراره، على حقوقه، على بث الالتزام والنظام مهما كلفه هذا الأمر على كل الأصعدة الفنية والمادية والأدبية. ولكن من جانب آخر شهدنا في الفترة الماضية حرص شديد من الشركة الراعية التي كانت طرف في هذه المشكلة على أن توضح للنادي الأهلي أنهم مش ناويين يعملوا مشاكل، مش ناويين يجرجروا لعيبة الأهلي في مشاكل، مش ناويين يصدروا مشاكل للفريق، مش ناويين يخسروا جمهور النادي الأهلي العريض اللي هيخسروه بالتأكيد في حالة حدوث أي أضرار من جراء هذه التعاقدات. وهناك اتصالات بإذن الله وجلسات تتسم بالتفاهم والود والحرص المتبادل على المصالح والنظرة المستقبلية بإذن الله، نظرة العلاقات اللي ممكن في أي وقت تتطور إلى أمور إيجابية بين كل الأطراف. ويعني أعتقد الأيام القليلة القادمة ستشهد نوع من الحوار الإيجابي البناء. وبمناسبة الأيام القادمة والتي قد تشي بعلاقات إيجابية بين كل الأطراف، كابتن محمود الخطيب قال لي والحقيقة وطلب مني، قال لي عدلي وضح هذه النقطة. امبارح الكابتن مدحت شلبي قال كلام نسب إلى الكابتن الخطيب، يعني وصل الكابتن مدحت شلبي إن الخطيب يعني كان كابتن الخطيب قعد مع المسؤولين في هذه الشركة وقال لهم يعني حلوا الموضوع ده مقابل إن أنتوا تاخدوا العقد القادم في الرعاية. طبعا أنا ده كلام لا يمكن
يعني يقبل. وكابتن خطيب يعني مش عايز اقول ضحك انما اندهش، قال لا يملك احد في النادي الاهلي يعني احد بشيء، انما يملك انه يقول لهم نتمنى انكم تقدروا تخشوا في مزايده واضحه وشفافه وتدفعوا اكبر عائد للنادي الاهلي، ليه؟ ده اللي يهمنا، اللي هيدفع اكتر هو اللي هيكون الراعي للنادي الاهلي، وعقد الرعايه اللي مع الوكاله الاعلانيه سينتهي في نهايه الموسم الحالي وسيطرح عرض رعايه، اعتقد انه هيكون تاريخي، واعتقد انه هيجيب ارقام قياسيه غير مسبوقه، وهنا تكون فرصه الجميع، وده اللي احنا بنقوله. يعني بنقول مش هيكون لنا مواقف مسبقه مع حد لا بالدعم او العداء، لا احنا هنفتح صدرنا للجميع، واللي هيحقق لنا مصالح ويجيب لنا اكبر عائد، وده كلام اكده الكابتن محمود الخطيب، هو ده اللي هنحط ايدنا في ايده، والايام المقبله هتقول مين الحريص على مصالح النادي الاهلي ومين اللي هيضر مصالح النادي الاهلي. انا بقول هذا الكلام، واذا كان اي حد وفي مقدمتهم الاعلامي الناجح الاستاذ الكابتن مدحت شلبي عايز يستوضح اي شيء في هذا الامر، ما فيش مانع ان احنا نتحاور، لان هذا كان كلام يعني طلب مني ان اوضحه، ما فيش حد بيوعد حد بحاجه. وعلى فكره كابتن خطيب اخر مره شاف اي مسؤول في هذه الشركه كان من 4 شهور عند حدوث الازمه الاولى، وكان بصحبه الكابتن حسام البدري لحل المشكله الخاصه وقتها في هذا الشأن، ولم يتطرق الامر الى مثل ما قيل، وكل ما قيل ان احنا يجب كلنا نحتفظ بعلاقات طيبه تحقق مصالح الجميع ولا تضر بمصالح النادي الاهلي، لان جمهورنا لن يقبل هذا الكلام ولا احنا. ولهذا هو مندهش كابتن الخطيب مما سرب الى وسائل الاعلام ووصل الى الكابتن مدحت شلبي. على اي حال احنا دورنا ان احنا نستمع وان احنا نوضح في التوقيت المناسب ومنتهى الشفافيه. عموما اعتقد ان يعني احنا كده وضحنا الصوره.